بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ده راح يتكلم عن البيئة أو المنصة اللي راح يتم فيها تسليم الأسايمنتس والتكليفات المختلفة. البيئة دي هتكون جوجل كلاس روم. الطريقة بتاعت التسجيل فيها بسيطة جدا، منها إن أنا هبعت اللينك ده لحضراتكم وهجرب دلوقتي مع الأكونت بتاعي السجو وحاول اعمل جوين او احاول انضم من حسابي. اضغط على بروفايل من بروفايلاتي، كل المطلوب هتظهر لك الشاشة دي، تضغط على كلمة جوين كلاس. بعد ما تجوين الكلاس فبتظهر عندك الستيج او بيظهر عندك الزاوية دي كده. انا عندي شاشتين، الشاشة بتاعت مايكروسوفت ايدج، البراوزر بتاع مايكروسوفت دي من واجهة الطالب، والبروزر بتاع كروم دي من واجهة الانستراكتور او من واجهتي انا كمدرس او كمدرس. طيب لو هيظهر معاك بتكون الامر ده، ونفرض كان في بوست مثلا من 4 مارس مكتوب فيه ترحيب مثلا بحضراتكم، لو انا عايز عندي هنتنج او عندي تول او عندي استفسار معين هبدا اطرحه، ونفرض مثلا هبدا ادونه هنا، ونفرض مثلا هكتب كلمه اهلا وسهلا ومرحبا، وهبدأ أضغط على البوست فراح يظهر عند الانستراكتور الكومنت ده. خليني أعمل ريفرش. لو كان عندك سؤال ممكن تطرحه. خليني أضغط على البروفايل بتاعي. تمام، دي الفكرة. فأنا بإمكاني بقى إني أبدأ أضغط وأرحب و يعني أكومنت على الكومنت الصغيرة من الأمور المختلفة دي. طيب تمام، هسلم الأسايمنتس إزاي؟ هرجع لواجهتي أنا، هلاقي الأسايمنتس في الستريم ده زي الفيدز بتاعت الفيسبوك، تلاقي كل الأمور الجديدة يعني بشكل عام، سواء كان المحاضرات أو الأنشطة والتكليفات وغيرها من القصة دي. الكلاس ورك فبلاقي التنظيمة بتاعت الأنشطة يعني بالترتيب كده. هتلاقي مثلا نشاط المحاضرة الأولى، لو ضغطت عليه ضغطة كده هتلاقي بيقول لك والله ده في قم بعمل كذا، ده التوصيف بتاع النشاط، وبيقول لي كلمة missing. missing دي معناها إن إيه، أنا فوتت التاريخ بتاعي، لأن التاريخ كان مثلا في 13 مارس. هرجع أنا من زاويتي كإنستراكتور هأيدت على النشاط ده. هأيدت على النشاط كلاس فيرست، طب يكون النشاط ضغط عليه اضغط على كلمة edit، ونفرض حمد النشاط ليه انا اسبوع تاني هخليه يوم 20 واضغط على كلمة سيف. من زاويتي هعمل ريفريش، هحاول استعرض لحضراتكم ازاي بيتم تسليم النشاط. هضغط على نشاط المحاضرة الأولى واللي منه بلاقي فيو اسايمنت دي، هضغط عليه علشان استعرض النشاط بشكل عام. ده بيكون شكل النشاط، مطلوب مني ان اقسمه خريطة ذهنية وخريطة مقرر دراسي من خلال قصدك ليه الخريطة الذهنية. الطريقة ممكن تنزل ملف الموجود ده، في ده مجموعة من المعايير ممكن تستفاد بيها وانت بتعمل ابلود او انت بترفع الخريطة تبعك. طيب لو انا معايا يعني لو انا معايا اوريدي التصميم بتاعي هضغط على ايه، معايا اد اور كرييت ومارك اصلا طبعا عشان انا هبدأ أرفع، فأضغط على كلمة Add or Create فهقول له فايل. أنا معايا ملف فايل وهو ملف الخريطة بتاعي أصلا. هعمل براوز وهروح على سطح المكتب، هنشن على المكان اللي أنا كنت حافظ فيه الخريطة أصلا مثلا دي، أضغط على كلمة Open. ده ملف الصورة بتاعي، من تحت كده دي الرابريك اللي على أساسها راح يتم التقييم. هضغط على كلمة Hand In بعد ما أكون سلمت خلاص، هضغط على كلمة Hand In. تمام كده انا سلمت النشاط. هرجع من زاوية المعلم هعمل ريفريش اشوف الانستراكتور هيبدأ يقيمني ازاي بناء على الخريطة دي من الرابريك اللي كانت موجودة، فدي هيشوفها في هو لما يبدأ يفتح النشاط بيلاقي ان في واحد ده الطالب اللي عمل هاند ان يعني اللي سلم النشاط. خلينا نشوف كده، هضغط عليه ضغطة، اسمه اهو موجود، وده بيكون عبارة عن خريطة. ممكن لو ضغط عليه الانستراكتور ضغطة يبدأ يستعرضها وهي تبدأ الصورة تتفتح له
في نافذة البراوزر، ويبدأ هو يكومنت مثلا لو هي دي كانت الخريطة يقدر هو يعمل لها داونلود أو يعمل لها أي أمور مختلفة، من ضمنها يقدر يحط العلامة مثلا. دي بتكون الروبريك، يا ترى هو هنا استوفى الأمور دي ولا دي مثلا عليها واحد، هقول له دي عليها مثلا واحد، هقول له أصلا دي عليها واحد، دي عليها واحد، دي عليها واحد، ونفرض مثلا كده الأمور تمام. في حاجة كانت ناقصة باين، واحد اتنين تلاتة أربعة، تمام كده. ممكن أضيف كومنت مثلا ونفرض هقول كلمة مثلا ممتاز، خلاص كده 5 من 5. بإمكاني إن أنا أضغط على كلمة بوست علشان الكومنت ده يتبع الروبليك، هضغط على كلمة ريتر، بيقول لي التقييم هيكون 5 من 5، هضغط على كلمة ريتر، فكده تم تقييم الطالب. هروح أشوف الموضوع من زاوية الطالب، يا ترى إيه اللي تم عند هو علشان تشوف الفيدباك بتاع التقييم بتاعك تم إزاي، أو الأمور مشيت فيه على إيه بالظبط. فأنت هتبص على الأمور اللي تم تقييمها، هو إداني هنا في الكلمات المفتاحية 5، اللي هو ايه، طيب دي الصياغه الكلمات المفتاحيه، هل الكلمات المفتاحيه كانت واضحه، انا اخدت درجه. لو مثلا الصياغه دي كانت يعني كل واحد ندور عليها جزء، مثلا هنا كانت الكلمات المفتاحيه والصياغات النصيه ملخصه لكنها مش واضحه، هنا لا هي ملخصه ولا واضحه، يعني 1 نص 0. هنا انا اخدت واحده، يعني اخدت الفول مارك في النقطه دي. نفس القصه بالنسبه للجزء ده، استخدام الرسومات والايقونات، هل اجي من ده اللي هتحسب عليه، ده كده 1، ده كده نص، ده كده 0، وهكذا. فطالما اخدت 5 معناها ان اخدت الفول مارك، والاقي الكومنت بتاع الانستراكتور بتاعي هقدر اكومنت على الانستراكتور، هقول مثلا شكرا، وبكده انا اكون سلمت الاساينمنت بتاعي. ودي الطريقه اللي هتبدا بيها نسلم كل الاساينمنت بتاعنا، يبقى الموضوع بسيط خالص. هنرجع عند الاستريم مره ثانيه، الاستريم ده بتلاقي فيه كل الامور المختلفه، بامكانك انك تكومنت على البوستس اللي بيعملها الانستراكتور في الكلاس ورك، بامكانك انك تشوف التقسيمه بتاعه الانشطه والفيديوهات اللي هي هتكون موجوده هنا، يعني فوق النشاط ده هتلاقي الفيديو بتاع المحاضره الاولى، في البيجول هتلاقي الناس المضافه، وانت يعني انت مش بتشوف كتيتشر كطالب مش بتشوف غير الانستراكتورز بس، لكن انا من زاويتي بقدر اشوف امور مختلفة. ده بخصوص طريقة تسليم الأسايمنتس. شكرا جزيلا لحضراتكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.